مرحبا بكم مشاهدي قناة لو دي جي تي في ومستمعي إذاعة لو دي جي راديو في هذا البودكاست الرياضي الخاص ببرنامج الفار سبيسيال قطر 2022. بطبيعة الحال كيرافقني تنشيط هذه الحلقات الاستثنائية الصحفي الرياضي محمد قريش. مرحبا بك محمد. شكرا. مرحبا بك عيشة. اكيد قريش وحنا كنخصوا هاد الحلقات الاستثنائيه على المونديال والتاريخ ديالو ما يمكنش لينا نساو اننا ما نسلطوش الضوء على لي ميور جوور اللي خلاو بصمه قويه في المسار ديالهم خلات اسمائهم تبقى محفوره في الذاكره الكرويه. ايوا قريش، شكون هو اللاعب اللي غادي تعرف المشاهدين على الباركور ديالو والانجازات ديالو؟ مرحبا عيشة. حقيقه هاد الحلقات سبيسيال كوب دو موند بالنسبه لي انا كاين بزاف ديال الناس اللي كيجمع في المونديال، ولكن بالنسبه ليا كنقول بيلي هو لان دي ميور جوغ اللي كان في المونديال، وكاين كرويف واحد اللاعب اللي قليل الناس اللي كيعرفوه لان كان لان دي ميور دريبلور دو موند. من بعد انا غنعاود لك القصه ديالهم، ولكن غنسولك انا بالنسبه لك انت ك ما تمش بزاف كوري، زعما كتسمعي شويه على الفوتبول وهاد الايامات كلها وانت مشغله بهاد لا كوب دي موند. بالنسبه لك شكون اللي كاين الميور جوور اللي ما نقدرش نحكم انا شخصيا على احسن جوور، ولكن بالاسماء اللي كتبان لي انا بارزه ومن صغري وانا كنسمعها كاين مارادونا. بالنسبه لي اسم كان مشهور بزاف وكلشي كان كيتكلم عليه. عندك شي معلومات على مارادونا ولا غير غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقه؟ مارادونا بوحدو، مارادونا وميسي. تفضلي عاود لنا شويه عليهم على هاد اللعاب. هاد في نفس هاد السياق اللي ذكرتيها قريش، بغيت نقول للمشاهدين انه فقط الشهر اللي فات مجله فور فورتو البريطانيه خرجت قائمه من افضل 100 لاعب احدثوا اكبر تاثير في تاريخ لعبه كره القدم. في نظرك قريش، شكون هو اللاعب اللي تصدر هاد القائمه؟ انا على ما تنظن وعلى ما قلت لك قبيله كنقول بولي، انا لان جميع الناس المهتمين بكره القدم فين ما كانوا داك الشيء تيقولوا بولي سي لو هو دو فوتبول. ويلا فاجاتك وقلت لك باللي اللاعب اللي تصدر هذه القائمه هو لاعب مازال صغير وعايش لهاد الساعه، وعاد ذكرت الاسم ديالو قبيله. دونك ميسي. على ميسي بالضبط، ميسي. دونك مشاهدينا، ولد ميسي سنة 1987 جنوب مدينة روساريو في الأرجنتين. الأب ديالو كان عامل في أحد المصانع والأم ديالو كانت عاملة نظافة، وفي سن 5 بالضبط ميسي غادي يبدا يكتشف الموهبة الكروية ديالو في النادي المحلي اللي كان كيدربو الوالد ديالو. وفي سن 11 عام ميسي غادي يمرض بنقص هرمونات النمو، وكانت عاجزة العائلة ديالو أنها توفر مصاريف العلاج، شيء اللي خلى الأب ديالو يعرضو على نادي برشلونة اللي تكلف بجميع المصاريف المرض ديالو، ومن ثم بدا المسيرة ديالو مع هذا النادي. وبالتالي يمكن نقولوا أن مصائب قوم عند قوم فوائده، المرض ديال ميسي خلى أنه يبدأ لاكارييغ ديالو. إذا مشاهدينا، مصير ميسي كان حافل بالألقاب الدولية وكذلك الفردية. خد كرة الفيفا الذهبية 7 مرات سنة 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 و 2021. خد كذلك أفضل لاعب بالعالم سنة 2009، جائزة الفيفا لأفضل لاعب سنة 2019، الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات سنة 2010، 2012، 2013، 2017، 2018 و 2019، أفضل لاعب في أوروبا مرتين 2011 و 2015، جائزة الويفا لأفضل لاعب سنة 2009، هداف كأس ملك إسبانيا، جائزة اليوفا لأقوى فريق في التاريخ، جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم للأندية، وأخيرا جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم لسنة 2014. وما يمكنش مشاهدينا نتكلموا على ميسي بلا ما نستحضروا مارادونا اللي جا في الترتيب الثاني حسب مجلة 442 البريطانية. قبل عائشة ما تهضري على مارادونا، نزيد لك أيام تيتريك أنكدوت على ميسي. ميسي جدته هي اللي داتو الملعب ديال الفريق ديال روزاريو باش قيدته، وباش تيشكرها هي فاش كيسجل كل هدف كتشوفيه كيهز جوج صبعين الفوق تيبقى يطلب الله لان تيشكرها هي، لان هي اللي قيدته اول خطره. هي كانت السبب ديالو في هداته. بالنسبة لمارادونا، تولد سنة 1960 في مدينة إسكينا لعائلة فقيرة جدا بالأرجنتين،
واكتشف الموهبة الكروية ديالو في سن مبكرة جدا، وبالضبط في سن 16 عام غادي يشارك بشكل احترافي لأول مرة مع الأرجنتينيوس جونيور من 1976 ل 1981. من بعد ذلك غادي ينتقل بوكا جونيور بربعات الملايين دولار، ومن بعد المجموعة من الفرق في حال برشلونة ونابولي. أما في مسيرته الدولية مع الأرجنتين فقد خاض 19 مباراة دولية وسجل 34 هدف في ربعات البطولات كأس العالم اللي خاضها. وفي المونديال اللي كان سنة 1986 واللي كان بالضبط في المكسيك حقق الفوز باللقب ضد ألمانيا وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب. وفي نفس المونديال حقق التميز لسببين. السبب الأول أنه سجل واحد الهدف باليد ديالو بلا ما ينتبه الحكم وتعرفت ديك ساعة بيد الرب، والثانية بسبب الهدف اللي سجلو بعد جري 60 متر ومراوغة 5 اللاعبين الإنجليز، وتعتبر هذا الهدف هدف القرن من طرف الفيفا. Ahí va Pizarro, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. وهذا الهدف تعتبر هدف القرن من طرف الفيفا. غادي نوقفك عيشة باش نعطيك واحد المعلومة على هذاك هدف القرن ديال لامان دو ديو اللي تمرك. هذاك الكرة اللي كنت لعبت بها داك النهار داك المقابلة تبعت ديرنييرمون كانت في ليزونشير تبعت بشي 2 مليار و600 مليون، فهمتيني؟ وكانت شكون اللي كان خدا ديك تبعت مزاد العالي، شكون اللي خدا ديك الكرة؟ الحكم المصري اللي كان بالناصر هو اللي كان واخد اللي كان الكرة في ديك المباراة بالضبط، هو اللي حط في لافونت ليزونشير. هضرتي على مارادونا، هضرتي على ميسي، هادو سي دي جوور اللي باقين جداد، فهمتيني؟ ولو ان مارادونا توفى في 2020، ولكن قبل من مارادونا راه كانوا دو تري 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 كون جوور، والجميع بزاف ديال الناس كان تيحسبوا واحد اللاعب هو افضل لاعب في العالم اللي هو بولي. بولي السميه ديالو ادسون ارونتوس دي ناسيمينتو، 82 عام باقي بالحياه، خلق 23 اكتوبر 1940 في البرازيل، هو اتاكون سي جوور ديال البرازيل وديال سانتوس، فهمتيني؟ من 20 عام وكيلعب الكره من 1950 حتى 1970 فين غادي يوقف، غيوقف ابري لا فينال ديال لا كوب دي موند اللي تلعبات في المكسيك. مغير الكره كان تيمثل شي ادوار ولكن دائما في نطاق كره القدم، وكان سيناريست هو اللي كيدير السيناريو، ومن طم كان عنده الفلوس وداكشي كان بروديكتور، كان كيجمع بين كره القدم والانتاج. لا لا تسلى لا كارير ديالو اون طونك فوتبالور، عاد ولا كيدير عاد دخل مجال السينما وداكشي. وهذا هو من اللعابه اللي يمكن سي لو سول جوور اللي ماركات تقريبا شي 1000 اصابه. الي لو سول جوور افوار غاني 3 فوا لا كوب دي موند في 62 و 58 و 62 في 1970. 1970 الى في il a mis fin à sa carrière en tant que sélectionné. كان مجوج بواحد ثلاثة ديال العيالات كل خطرة كياخد سميتو، وكان عنده شي سبعة ديال سبعة دراري وبنات، وكلهم كانوا عندهم بعض المشاكل وداكشي وهذا. يعني في الاخر حياته عاش بزاف المشاكل مع ولادو ومع سي بيتي زونفون. دونك من بعد ما لعب في 70 مثلا سميتو مشى للكوسموس. الكوسموس هي واحد الفرقه ديال نيويورك كانت بداو عادي يلعبوا ديك الساعه الفوتبول في ليزيتازوني، وكان لعب مع سانتوس. سانتوس خدا معاه لا كوب انتر كونتيننتال في 62 وفي 63، خدا معاه لا كوب ليبرتادوريس 62 وفي 63، ومن بعد عطاوه امباسادور ديال لوني وديال اليونسكو في ميدان ديال التربيه والايكولوجي والانفيرونمون. في 1995 98 خدا بوست ديال مينيستر دي سبور، كان بولي كان وزير كان وزير ديال الرياضه بين 95 و 98. وهو وماريو زاغالو اللي بقاو باقين بالحياه من داك الفريق ديال ليكيب ناسيونال ديال البرازيل ديال 1958. هذا تقريبا على بولي. وبولي كما
زمان الناس بزاف كان اجماع بانه لان دي ميور جوغ دو موند لان هو بدا على جدو 16 لعب في لاكوب دو موند 58 باقي عنده ديك 16 عام 17 عام كاس العالم من الوحيد يمكن كاع اللي كان لعب في كاس العالم. من بعد كريف من بعد بولي انا بالنسبه لي كان واحد اللاعب يعني خارق العاده ماشي خارق العاده الى ماركي الفوتبول مودرن بن فوتبول توتال بلا فيفرسيتي ديالو بلا فيتيس ديالو وكان واحد النجم ماشي غير في هولندا كان نجم في العالم تقريبا كامل وكان الى ماركي سورتو الاف سي بارسلون. هذا اللاعب هو كرويف سميتو جون كرويف خلق 1947 في امستردام مات في 24 مارس تقريبا 2016 في برشلونة. هو اتاكون بيان سور ميليو تيران واتاكون ومن بعد رجع اونترينور 3 فوا بالون دور من دوك الاولانيين اللي قبطوا هو الاول اللي كان قبط 3 فوا بالون دور متابعين في برشلونة وفي اجاكس 73 كان في اجاكس 73 78 مشى لبرشلونة ومن بعد 80 81 مشى لواشنطن مشى لواشنطن ديبلومات واحد الفرقه ديال الزيتازوني عامين دوزا رجع لاجاكس في 83 و 84 لعب 668 ماتش من 64 24 عام حتى هو ديال الكره ويلا ماركي ابوبري 379 بوت دا 3 فوا لا كوب دي كلوب شامبيون اللي هي دابا كتسمى الشامبيونز ليغ 71 72 73 لا شامبيونز ليغ اوروبا لا كوب دي كلوب شامبيون دوروب مع اجاكس ودار لا فينال ديال لا كوب دي موند في 74 في المانيا وكان اونترينور في 92 ديال البارسا كان شامبيون سميتو في 12 عام كان با عنده واحد البيسري حدا التيران ديال اجاكس كان عنده بيسري واحد الوقت عند 12 عام كانت عند كريف توفى با بكريز كاردياك مو باش عيش العائله وداك الشيء وهذا رجعت خدامه تدير نيتواياج في الكلوب لا في الكلوب ديال اجاكس بيان سور قيدات ولد هذيك الساعه كان عنده 10 سنين قيدته في الكلوب وفاش دار 17 عام تقريبا 1964 دخل الكلوب ديال غرونينغ هاد غرونينغ لعب فيها من 65 66 ماركا داك العام الاول ماركا 25 هدف في 23 مقابله دار الشامبيونه الاولى في 68 69 مع اجاكس ودار فيناليست دي كلوب شامبيون مع ديك الساعه داك العام كانت دارت هي فيناليست اجاكس مع لاسي ميلون اللي كانت خسرات مع لاسي ميلون ب 4-1 وشكون اللي كان كيدربهم داك الوقت كان كيدربهم كيدرب الاجاك رينيس ميشيلز هاد رينيس ميشيلز سادي نقول لك حط واحد البسمه تاريخيه في كره القدم لانه هو اللي كان ماشي لانفونتور ولا كريو لو فوتبول توتال شنو هو الفوتبول توتال هو ما بقاش عندك بوست اريير ولا ميليو ولا كل شيء تمشي للاتاك وكل شيء تهبط ديفوندي هذا هو اللي كانت السمة ديال من بعد مشى لبرشلونة في 73 قلت لك شحال داك الوقت شحال مشى 2 مليون ديال الدولار وكان الروكور باش مشى في 73 74 باش يمشي ان ترانسفير 2 مليون دولار شي حاجه تقريبا في السبعينات شي 2 مليون دولار فهمتيني دونك الى لا بريمير سيليكسيون ديالو كانت دارت في 66 كونتر لا هونغري وكان سجل فيها اصابه ودونك قلت لك شارك في 70 في لا كوب دي موند 74 ما 78 ما مشاش لا كوب دي موند انت مشاش لا كوب دي موند اللي كانت قيمت في الارجنتين البعض تيقول حقا كان باش تيحتج على داك لو ريجيم ديكتاتوريال اللي كان على دوك لي ميليتير اللي كانوا داروا الكوديتا في 76 وخداو الحكم في الارجنتين وكان بزاف ديال التكرفيس على الشعب وداك الشيء وهذا لا هو ما مشاش لان كان وقع له مشكل كان الى ايتي اونليفي اي سيكستري في الدار ديالو هو ومرته وولادو فهمتيني
il était victime d'un attentat d'enlèvement avec شي وهذا وبقى تروماتيزي تما قال ما بلا ما شارك شيء نجيني دونك تقريبا هذا هو اللي غنقدر نقول اون ريزومي على الباركور ديالو كيبقى كوميم لان دي بلو غران جوور لان باغ سا فيتيس باغ سا فيتيس داكسيليراسيون ديكزيكسيون هو كان رقوق نجيني كنت يعيطوا له الفالكو في 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 اسبانيا ولا السلفادور لو سوفور لان كانت برشلونه بذاك الوقت كانت هابطه بزاف في الجو هذه هي تقريبا لو ريزومي ديال هاد الجوج ديال لي ديجو كبار فريمون تري دو كون جو كان واحد اخر اللي ما كيهضرش عليه بزاف دابا نعاود لك عليه بعد ما هو واحد اللاعب اللي ليجوند سيتو ليجوند يعني الناس ما كيعرفوش بزاف هو غارينشا غارينشا هو لو ميور دريبلور دو موند فهمتيني غارينشا سميتو مانويل فرانسيسكو دو سانتوس ماني غارينشا خلق 1933 في البرازيل بطبيعه الحال مات في 83 تقريبا عنده 50 عام كان لاندي ميور قلت لك دريبلور دو ليستوار كان شامبيون دو موند تاهو كان في ليكيب ناسيونال دو برازيل 58 62 يعني كنت يعيطوا له أليغريا دي بوفو هو لا جوا دو بوبل بقاوت كانوا تيحماقوا عليه البرازيليين كان تخي 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 بوبولير وهو كان فيزيكمون كان ناقص بعدا كان متر 61 كانت واحد الرجل اليمنية عندها 6 سنتيمتر كبيرة على طول من الرجل اليسرية ولكن هي اللي كانت ساعدته تقريبا هاد الديفورماسيون كونجينيتال هي كانت ساعدته باش يكون متميز وداك الشيء وهذا كان ولكن إلا بيكو هو دائما لعب في بوتافوغو دا بزاف اللي تيتر مع بوتافوغو وكان شحال نقول لك دا دي تيتر انتر في سود امريكا ولا في البطوله ديال البرازيل ديك الساعه ما كانش البطوله كانت دابا بطوله ريجيونال وداك الشيء وغير هو واحد مالغري الفلوس اللي كان عنده مالغري داك الشيء وهذا حتى هو كان حسبه كان الكوليك فهمتيني هو كان مدمن في الاخر جا مدمن تيصرف بزاف د الفلوس سورتو مع المراه الثانيه اللي كان خداو داك الشيء يعني حتى هو كان مدمن على الكحول وكانت واحد المره كانت خدا هذيك اللي خدا مع المرة الثانية مدام غونزاليس بحال جعلته ما كان كان الفلوس كيصرف الفلوس كيصرف الفلوس وداك الشيء وهذا سالا سالا دونك واحد المسيرة ديالو يعني بواحد الحالة يرتالها وفاش كان فاش مات الجثة ديالو جابوها لماراكانا تعرفي ماراكانا ماراكانا داك الوقت راه كنت تيهز تقريبا 170 180 الف متفرج هو لعب واحد الماتش كونتر سانتوس اللي فيه بولي قدام 160 الف متفرج وكان يلافي ماركي ودا الشامبيونات في 2 في 2-0 دونك فاش جابوا سميتو قلت لك تقريبا 160 170 الف متفرج اللي جاوا تيحضروا الجنازه ديالو في سميتو والناس تتبكي عليه تقول له هو الواحد اللاعب الوحيد اللي بدا لا كارير ديالو بتسجيل اصابه وسالا لا كارير ديالو بتسجيل هدف فهمتيني داروا له واحد جوبيل اكستراوردينير في 73 كان من اروع اللعابه اللي كان في فعلي بزاف ديال لي زيستوار عليه ودابا ما كاينش واحد الوقت كبير باش نهضروا على غارينشا اللي لا استيلان لان دي ميور لان دي بلوز اوبليي ديال لو فوتبول مونديال هذا هو تقريبا انا الناس ثلاثه ديال كاين بيكن باور بيان سور كاين بوسكاس كاين خينتو في ريال مدريد في الستينات كان جو فونتين كانوا بزاف ديال اللعابه اللي زعما يزوم مقتل الفوتبول مونديال مي بون با باليسيتي توش ونديرو عليهم برامج عندي غير واحد التساؤل قريش بزاف ديال اللعابه كيكون عندهم يعني موهبه واعرين وبزاف حوايج ولكن ما كتلقاش انهم تعطى لهم داك القدر الكافي من يعني لا في وسائل الاعلام لانهم تعرفوا لا اسمائهم تعرفوا بزاف واخا انهم عندهم موهبه اللي هي قويه شنو في نظرك شنو العامل اللي كيخلي
واحد اللاعب يكون عنده واحد الاسم اللي هو معروف بزاف مشهور. الا كان دابا في هذا الوقت هذا تبدلات القضيه ديال كوموند ديكوفرير ان جوار وداك الشيء وهذا كاين كاين دي بروسبيكتور الناس كتبقى تدور في التيرانات في ملاعب الصغار في في الشامبيونه ديال الحومه وداك الشيء وهذا الهدف ديالهم او السبيسياليتي ديالهم هما يديكوفر دي طالون قلبوا على دراري صغار ولا هذا وكيجيبوهم وزيد لي ميديا دابا الميديا واللي يقدر يطلع لك لعاب ولا يهبط لك لعاب فاسيلمون مع لي سبونسور ومع بزاف ديال الحوايج المهم هو يكون عنده داك داك اللي لقاه اللي لقى داك لو طالون يكون عنده واحد الحس ديال مناجريه كبير باش يقدر يبيعو فهمتيني دابا قضيت رونتابيليتي فهمتيني قضيت فلوس اللعاب ولاو تيجيبوه بحال سواء في الفوتبول ولا التنس ولا في اي سميتو كياخذو لا كياخذو الا كان رونتاب راه غادي يخدم به دونك هذوك قضيت مناجريا لو ماناجير ديالو هو اللي خصو يكون عنده داك الحس انه يعرف واش هذاك اللعاب غادي توكسيك في ان بو كاين كتلقى واحد باينين وحدين ما تيبانوش هي لنا بوتيتر هذا بيرسونال نبي بيرسونال يمكن اللي ماناجر ديالهم ما تيعرفوش ما تيعرفوش يروجوا ليهم سميتو اما زمان بحال دابا غارين تشا راه ما كنتي عارفو حتى واحد كيفاش غيتكتشف لوزين فين كان خدام في واحد لوزين تكستيل غيديروا واحد الموتشاميكال مع واحد الفرقه ديال البرازيل تما هذاك السيليكسيونور ديال البرازيل بينتو غادي يلاحظو غادي يقول له ديك الساعه غادي تجي تلعب معايا في الفرقه وداك الشيء تما بدات لا كارير كاين حتى الحظ كاين الحظ بيان سور كاين الحظ سي نورمال كاين الحظ كاين يا لا شونس يا طبيعه الحال كيف ما قلت يا قريش الاسماء كثيره وكتعدد ما يمكنش نطرقوا لها الجميع في هذه الحلقه لكن كنوعدوا المشاهدين ديالنا انه في الحلقه الجايه غنطرقوا لابرز الهدافين اللي عرفتهم بطوله كاس العالم من 1930 حتى البطوله كاس العالم قطر 2022 نضرب لكم موعد مع بودكاست مونديال جديد ومجددا مع الزميل محمد قريش بشرطة عيشة ديرنا شي حليوات مره اخرى مع هذا لان هذا حرفي ما صافي كون هاني المره الجايه نجيبوا حليوات شكرا